سلام البنات، صباح الخير، نهاركم زين. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعافيه ان شاء الله. راني خارجه دركم دابيتيد، كي نعود خارجه راني ندير لكم حاجه. الوغ خارجه ندور شويه، اليوم سبتي قلت نخرج و كاش ما تكون هكا ولا هكا نوريكم. الا رحت لي ماغازان هاني نصور لكم واش نلقى. فوالا علي نقولكم توت الوغ كوم دابيتيد. فينالمون البارح كي خرجت، هادي ديبيو سيتي البارح، كي خرجت ما صورتش باسكو البلايص اللي رحت لهم سافالي با الكو باش نصور كواكسو سوا. حبيت نوري لكم على البلاك فرايدي تو، مي بون. المهم كملوا لا فيديو دركا ولا غوسيت اللي وجدتها لكم. السلام عليكم، نهاركم زين. الوغ اليوم راح نعمل معاكم لا غوسيت نتاع لي كريفات. طلبتوا لي قلتوا لي ديري لنا سباغيتي بلي كريفات. انا ايفيكتيفمون كنت راح ندير دي سباغيتي بصح شريت لهم الكالامار، مي كي طلبتوا لي بون شويه برك عندي هذا لي كريفات، دونك راح نديرها لكم وتشوفوها اما فاسون كيفاش نعملها. ما نديرش اون صوص طوماط خاطره، درك تشوفوها كيفاش ساهله، في نص ساعه تقدر تحضر. دونك راح نديرها بلي كريفات، هذه راح نديرها جوست هكا كبرك باش تشوفوا لا غيسيت. مي احنا غدانا راح ندير فول او قاعد يطيب فول مرقة. لا غيسيت ديجا عملتها في العشان، ادخلوا صفر عندنا بيا ديروا فول مرقة وكلش، دركا تلقاوها الفول اليابس هذاك ماهوش طري ماهوش الاخضر اليابس، رنختو البارح واليوم هاني نطيب فيه باسكو فريمون سخفت عليه سخفت عليه خلا. دونك لي سباغيتي بوتيتر ياكلوها ولادي، وانا وبابا راح ناكلو الفول باسكو هادوما سي با بور نو. المهم نخليكم مع لا سويت نتاع لا غيسيت، ان شاء الله تعجبكم. ولا عجبتكم ما تنساوليش لي جولي لايك، بارطاجيوها، ولي ماهمش ابوني وعجبتهم لاشين هدية ادخلوا وابوني فو باش تكبر، كيما ديما نقول لكم باش تكبر الفاميلا تاعنا. اللي دخلوا ديجا نقول لهم مرحبا بكم، اللي قاعدين يدخلوا مرحبا بكم و ديزولي راح نقول لكم سوري، نقول لكم ميرسي بوكو، ربي يخليكم ان شاء الله. اي على سويت نتاع لا فيديو اي تو تاع لا اتو دو سويت. علي اول حاجه راح نبدا بها هي هذه لي كريفات، رايحه نبدا نطيبهم اي او ميم طون رايحه نشعل على الماء يسخن باش نطيب فيه لي سباغيتي. علي بون الماء شعلت عليه سي بون، معليش عريانه هكا. علي دركا عندي المقله هذه حطيت فيها شويه نتاع زيت، حطيت فيها الزيت، دركا رايحه نربي عليها شويه نتاع ثوم، نربي الثوم على الزيت هذاك، ما تخليوهش يتحرك، ردوا بالكم تخليوه يتحرك. على الثوم كثروا، انا هنا عملت ربع سنه، تشوفوا السنه قد ما هاهم، شوفوا السنه قد ما، دونك نتوما كثروا شويه. ولي كريفات عندي رطل اقل من رطل، اقل من رطل. هالي الو انرفيتو نخليه يتقلب بلا ما يتحرك. اتونسيون هو ما يعطيش مراره كيما يقولوا، ما كاش منها تاع المراره هذه، بصح يعطيكم قوم مش مليح في الماكله، يعطيكم طعمه الثوم ثوم محروق، دونك ايفيتي تحرقوه نتوما. جوست ابان يسيب الريحه تاعو برك في المقله في الزيت و سي بون سي تو. بون الثوم تاعي سي بون حضر، نزيد بيها برك نجيكم، نزيد شويه في الغاز كوم دابيتود انا، ونخليه يتقلى شويه برك. على واش رايحه نحط عليه؟ رايحه نحط طماطم، عندي كعبه طماطم هنا ربيتها، كعبه طماطم عندي لهنا معدنوس، وعندي لا سيبولات. وعلى حطيت لا سيبولات انا على خاطر ما عنديش البصل الاخضر، كل جا عندي البصل الاخضر نحط البصل الاخضر، ونحط الطرف التحتاني هذاك ما نحطش الفوقاني، نحط الجهه الخضراء تاع البصل، نقصها رقيقه خلاص ونقليها مع الثوم والمعدنوس. على درك نحط هذه لا سيبولات، وعلى خايف لا سيبولات باسكو عندها قريبه طعمتها قريبه لطعمه البصل الاخضر، قريبه ليه ياسر، على هذيك خيرت انا مادام ما عنديش البصل الاخضر، ونحط شويه نتاع معدنوس ونخليهم يتقلاو شوي مع بعضاهم.
شوية برك. entre temps الفول لو قاعد يطيب ما عرف تشوفوا فيه ولا لا، ها هو لو قاعد يطيب. فوالا هكا ونحبس. درك واش رايحه ندير؟ راح نحط الطماطم، ومع الطماطم رايحه واش نحط؟ نحط فلفل كحل، فلفل احمر، وكركما كركما كركم نحطهم في ثلاثه. الملح ما نحطش انا لهنا على خاطر واش اسمها الكريفات نتاعنا كي يجبدوها من البحر يغليوها في الماء نتاع البحر يطيبوها شويه نص طياب برك، تهز الغلوه برك وينحيوها هذه باش تطول باش ما تفسدش في ساعه. دونك مادامها مالحه مانيش رايحه نحط الملح لهنا انا. علي بقى نخلط كلش هذه ونرمي لي كريفات نتاعي. سي بور سا قلت لكم راهي ريسيت سهله خلاص وفي الساعه تعملوها. دركا رايحه نقفل عليها ونخليها تطيب قلعه اونتر طو الماء لهنا او غلا نحط الاسباغيتي تاعي يطيبوا. ما طابت الاسباغيتي غير هذه طابت اوسي. فوالا علي نرجع لكم بعد ما يطيب كلش. هذه هي سي بو دركا نخليها كيما قلت لكم. ها استنى ونخلطها شويه باش كامله تقيسها الخلطه اللي عملتها انا لا سيزونمون اللي عملته. فوالا ونقفل عليها ونخليها. بون بعد ما طابت الاسباغيتي نحيت لها الماء ودركا راح نحط عليها شويه نتاع زبده. نحط عليها الزبده تعطيني ان كو مليح في الاسباغيتي تاعي، كسوا سباغيتي مقارونه اخرى كيما حبيتو نتوما. المهم انا طلبتو لي الاسباغيتي راني درت لكم هادوما. الو ندوب الزبده لهنا. بعد واش رايحه ندير؟ راح نحط هذه نخلطها مع لي كروفيت لي طابو ديجا. ها هما لي كروفيت، ها هما طابو. دركا واش ندير؟ هذه نصبها لهنا ولا هذه نصبها لهنا؟ ها جو في فوار ان توكا، ونسقيها ونوريها لكم في صحن واجده وبنينه. ولي حب يطيبها مش محتم تشريو لي كروفيت ياسر كعيبات شويه هكا بركه باغ اكزومبل 200 غرام ولا 300 غرام تكفي لارجمون، باسكو جو سي تري بيان بلي لي كريفيت راهم غاليين ياسر في البلاد. علي نقول لكم دركا على سويت ان شاء الله تعجبكم الوصفه نتاعي هدية. با نرميهم لهنا، الا ما كفاتش نرجع في البرمه ماهوش مشكل. درك نشوف هذه هي نخلطها مليح. ها نخلطها تدخل فيها هذيك الحوايج اللي درتهم الكل مع لي كروفيت وتاكلوها ان شاء الله بالصحه والهنا. فوالا سي تو، هذا واش كاين. تجيكم وصفه خفيفه وبنينه ومش محتم اشاك فوا نديرو ان صوص طوماط. احنا لا صوص هذه راهي بنينه وما فيهاش بوكو دانغريديون، يعني جوست لي كريفيت لي غاليين وفيها البصل كيما قلت لكم التحتاني هذاك الاخضر قصوه رقيق، فيها الثوم، فيها المعدنوس، ماهيش حوايج يعني اللي ما كانش في الدار. فوالا هذه هي لا ريسيت نتاعي، من بعد نوريها لكم في فوالا فوالا هذا هو لو بلا تاعي. هذه لي سباغيتي بلي كريفيت كيفاش نعملهم انا. جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو وتمتعتوا بها. الوغ كيما تعرفوا الى عجبتكم ما تنساوليش لي جولي لايك لي بارتاج، لي عجبتهم لا شين ماهمش ابوني يابونيو فيها. الوغ نقول لكم هي راهي غسات بنينه خلاص، وكيما شفتوا ما حطيتش لي كروفيت ياسر حلا. فوالا علي نقول لكم نتلاقى معكم ان شاء الله في لا بروشين فيديو لا بروشين غسات بوركو با. وديسي لا نقول لكم في الامان وتبقاو على خير وتهلاو في رواحكم.